والحفاوة بمشاركة الأهلي ونتائجه والحقيقة وعروضه كمان، العرض المهم جدا اللي ظهر بيه أمام البايرن ميونخ، وما ينتظر الأهلي أمام بالميراس على الميدالية البرونزية بعد بكرة إن شاء الله. قبل ما نتطرق على بعض الأخبار والأحداث ونعلق عليها، بس أنا عايز أقول حاجة، ما تيجي نرجع بالذاكرة كده من شهر ولا شهر ونص، ماذا كان يتمنى جمهور الأهلي بعد أن اطمأن إلى موقفه في الدوري العام؟ كان يتمنى للفوز بكأس مصر، كان يتمنى الفوز، مش يتمنى، قال لك كل اللي فاتكم وبطولة أفريقيا كوم تاني والتأهل للتاسعة تتحقق كل الأهداف. لكنه الأهلي الذي لا سقف لطموحاته ولا طموحات جماهيره، وده كويس لكن وحش كمان في نفس الوقت. لما ننسى ان احنا ما انجزناه، ما انطأ اقدامنا هنا، ونبتدي نتحاسب على اهداف اخرى. يا جماعه، تقييم النادي الاهلي تم في القاهره، انتهى. واي حد قاعد في القاهره عارف ان هو يتقيم على قعدته في القاهره. احنا بنتقيم على وجودنا هنا في المونديال. خدوا بالكم، محدش يجركم ولا يضايقكم في تحفيل ولا الكلام الفارغ ده. تم تقييم النادي الاهلي انه بطل افريقيا، بطل التاسعه والاضيه ممكن، والثلاثيه، وينتظره لقبان باذن الله، ثم ياتي الى المونديال باحلام. يا رب نتجاوز فريق الدحيل القوي الذي سحق مش عارف مين وسحق مين واستعد وانفق اكثر من 16 مليون دولار في الانتقالات الشتويه ولا 20 مليون دولار استعدادا انا وهو بنلعب على المباراه دي. ف ياتي الاهلي ويحقق الفوز الذي حضر منه الجميع. نجد انفسنا في مواجهه بايرن ميونخ. هسالك مجموعه من الاسئله. مين احسن حارس مرمى في العالم؟ مانويل نوير طبعا. مانويل نوير. مين هداف العالم؟ ليفاندوفسكي. مين احسن لاعب في العالم؟ ليفاندوفسكي. على حساب مين؟ رونالدو وميسي. وميسي احسن لاعب في العالم وهداف العالم وجول العالم. طيب احسن فريق في العالم مين حاليا في التصنيف؟ بايرن ميونخ. احسن فريق يكاد يكون في تاريخ البايرن. الفريق الحالي يا جماعه حقق الخمس القاب ويسعى للسته. الفريق الذي سحق المنافسون في كل المنافسين استاذ العربي الذي سحق المنافسين في كل المواجهات في بطولة اوروبا. صحيح، مفيش فرقه نجت اللي عمل اداء جميل قوي خسر اربعه. الاتليتيكو هو بطل دائم، بطل الكون للدوري الالماني. له خمس لاعبين في تشكيله، وده ايه يعني لولا الملامه، خمس لاعبين في تشكيله منتخب العالم اللي الناس بتختاره يعني بالتصويت وكده. عايزين نعرف ان احنا جايين نلعب، لكن هل معنى كده ان احنا يعني رامين الفوطه؟ ابدا. حاولنا، وانا طلبت ملخصات للمباراه، وربنا يسهل نبقى نحكي لكم ايه اللي فيها، مش هنحكي النهارده، عشان تكتشفوا ان فرقتنا لا، في فترات من المباراه جارت ولعبت، ولكن الفوارق البدنيه لازم ننتبه اليها. من حيث انت عارفين معدل السن، احنا معدل السن بتاع فرقتنا الحمد لله نزل كتير، لكن هم نزل كتير قوي. القوام، الاطوال، الاوزان، المهارات، وكل ده يدوب في قالب جماعي، والريتم اللي بيحتك بيه عشان يأهله انه يحتفظ بهذا التنظيم وهذه القوة. ايه بيلعب في الدوري الالماني؟ بيلعب في بطولة اوروبا. لو الاهلي سمح له كان انه يحتك هذا الاحتكاك في الدوري الاوروبي وخد نفس، يعني احنا تخيل لو لعبنا 10 15 مباراة دولية مع المدارس نظائر البايرن، مؤكد كان ادائنا هيبقى اكثر ثقه وتطور. احنا بنلعب في محيطنا، بنلعب في افريقيا، بنلعب في محيطنا المحلي. هذا افضل انتاج وافراز لهذا المحيط، سواء الافريقي، الاهلي، وبلا منافسه. ثم تلعب، احنا بنبص لها من منظور الكبرياء، منظور ان احنا الاهلي اللي بيخش اي حته لازم
يبقى مرشح للبطولة. أيوة بس يعني لازم المنطق ولا منطق؟ لا يمكن أن ينتصر الله منطق إلا بالصدفة على المنطق. احنا لا نعول على ماتش ممكن يحصل يقول لك خسر من النادي درجة تانية أو أنا ليه بحكي الحتة دي بطول فيها؟ علشان احنا موضوع أن نستدرج بوعي من الذي يستدرجنا ولا وعي مننا لجلد الذات مش مقبول يا استاذ ابراهيم. طيب ده كلام مهم وكمان في تفاصيل كتيره هنيجي عليها ان شاء الله في مضمون حلقه النهارده، لكن عايز اقول لكم النهارده رغم ان الفريق كان اجازه من التدريبات واجازه من المباريات، انتهى امبارح من مباراه بايرن ميونخ وبكره هيتمرن علشان ان شاء الله يوم الخميس هيلعب مع بالميراس البرازيلي على الميداليه البرونزيه، لكن كان يوم النهارده يوم مهم بالناحيه الخبريه في داخل البعثه. البعثه تلقت خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم او من اللجنه المنظمه بالفيفا بايقاف لاعبي الاهلي حسين الشحات ومحمود كهربا لخرقهما الفقاعه الطبيه في نهايه او بعد نهايه المباراه الاخيره للاهلي مع بايرن ميونخ باستاد احمد بن علي. الخروج من الفقاعه واجراءاته وبالتالي تقرر وفقا لخطاب الفيفا اللي ارسله للمهندس خالد مرتجي المنسق المعتمد مع الاتحاد الدولي بمنعهما من المشاركه في المباراه الاخيره للاهلي مع بالميراس مع التحفظ عليهما في غرف كل واحد في اوضته حاليا وفي فرد امن سكيورتي من تحت مراقبه الفيفا واقف على الباب. الموضوع في خطا في خطا وفي لائحه بتحاسب على الخطا في الاتحاد الدولي، في لائحه بتحاسب على الخطا في الاتحاد الدولي، ولكنه خطا هو خطا تلقائي عفوي وما اكثر يعني يعني اللي قال الطريق الى جهنم مفروش بحسن النوايا. صحيح تتصرف بحسن نيتك تبقى في مشكله. انت بسرعه اتصرفت بطريقه شفت حد يهمك او عايز منبهر او عايز تعمل يعني ايا كان الدافع فمتصور ان السلام ده وتنزل يبقى انت كده. لا الموضوع كان وبرضه فكره ان انت ما انت الفقاعه دي تعبير جديد، معنى الفقاعه احنا مش فاهمينه قوي غير بالاجراءات اللي تمت هنا والتعليمات اللي خدناها، انما فكره ان الملعب وانت بتتبادل الفانيلات ومش عارف ايه ممكن حد يسرح ويتصور ان الملعب ده كله بقى فقاعه. لا فقاعه المستطيل الاخضر والطرق المؤديه الى حجرات الملابس كل اللي فيها خاضع للاجراء ده. هنعتبر مؤكد البعثه وقيادتها يعني عارفين يعملوا ايه في الموقف ده. واعتقد ان اللعيبه دلوقتي فهمت ان مفيش حاجه غلطه صغيره وغلطه كبيره، هي غلطه تؤدي الى خرق لنظام العالم كله عايز يحترمه علشان البطولات بمثل هذه التفاصيل الصغيره تنجح. خساره اذا استمرت بالطريقه دي هو بكره في مسحه عشان كمان حتى مش عارفين يقدروا يروحوا الملعب ولا لا. ففي مسحه ولسه الفيفا هيقرر الخطوه القادمه ايه. ما علينا يعني احنا مش خلاص اللي حصل مش هنقدر نرجع الزمن لكنها تجربه ما كناش يعني نتمناها والخير في الباقي اللي موجود وبرضه يعني درس لينا كلنا. صحيح لأن النظام نظام. في البعثة أيضا علي معلول إصابته بشد في العضلة الخلفية، كنا قبل الهوا مع الدكتور أحمد أبو عبلة قال هو قدامه 4 أو 5 أيام تحت التجهيز والتأهيل فمش هيلحق مباراة بالميراس. هذه ثلاث لعيبة مهمين جدا الثلاث لاعبين. وانت لما تشوف حتى الإيجابية في التلت الهجومي كانت متركزة في طاهر والشحات وكهرباء. صحيح فإنما ما احناش عارفين لو غيرهم خد الفرص هيتألق بإذن الله. بكرة إن شاء الله الفريق هيأدي المران الأخير بقى له في الدوحة لأنه خلاص يوم الخميس المباراة الساعة 6 بتوقيت الدوحة 5 بتوقيت القاهرة وتليها مباراة الدور النهائي أو مباراة كأس البطولة اللي هتجمع تجريس المكسيكي مع بايرن ميونخ. المفارقة بقى إن المفاجأة الوحيدة اللي حصلت في البطولة لحد دلوقتي عشان تواجه بطل اوروبا وبطل امريكا اللاتينيه. ايوه يعني
درس في منتهى الصعوبة. لكن أعتقد أن أنا متصور أن احنا ممكن نشوف ماتش أفضل للأهلي بالمناسبة. وإن كان معلش أستاذ إبراهيم، يعني الزملاء هنا المخرجين عاملين مونتاج للماتش للدقائق بتاعت يعني الأهلي اللي لعبها، وأنا اتفرجت على الهاف تايم الأولاني اللي بيقولوا عليه سيء، ولقيت لينا لحظات حلوة جدا في الشوط الأول، وهيعملوا الشوط الثاني هتبقى معايا. لكن انتوا عارفين عرضها دي حقوق، يعني لا مش هنقدر نعرضها، انما هنقدر نعلق بعدين مش النهارده، على توقيت التألق والشكله وده اللي العالم كله يحترمنا في هذا الأداء. لكن احنا كبرياءنا وطموحنا أعلى من كده زي ما بيقول الكابيتانو. بالمناسبة ما فيش فريق في أفريقيا خلال بطولة كأس العالم للأندية دي الدورة 17 لم يسبق لأي فريق شارك من قارة أفريقيا أنه فاز على فريق من قارة